سلام من الله عليكم، أهلا وسهلا بكم، نحييكم بتحية الجود من جوار ضريح أبي الفضل العباسي عليه السلام، والذي ستنطلق منه اليوم فعاليات حفل الافتتاح من مهرجان أسبوع الإمامة العلمي الدولي الأول الذي تنظمه جمعية العميد العلمية والفكرية وقسم الشؤون الثقافية والفكرية، وعلى مدى 7 أيام وبسبع مؤتمرات جاءت كلها تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، وبعنوان الإمامة نظام الأمة. سنوافيكم بكل التفاصيل عبر الرسالة اليومية للمهرجان، فكونوا بالقرب. بلغنا لا شك أن اختيار أسبوع الإمامة جاء بعد تفكير طويل في أن واقعة الغدير كان مركزها ورأسها أمير المؤمنين عليه السلام. المؤتمر أصلاً معقود لتجديد الذكرى ولإثراء المكتبة الإسلامية ببحوث السادة الفضلاء الأجلاء وفق هذا المعيار. فنحن عندنا مفهوم الإمام وعندنا مصاديق من تنطبق عليه الإمام، بدءا من أمير المؤمنين سلام الله عليه وانتهاءا بالحاضر الغائب الإمام سلام الله عليه المهدي. لذلك ارتأت العتبة العباسية أن تكون في خدمة الباحثين والعلماء والمفكرين، أن نفسح المجال خلال هذا الأسبوع لكل ما يتعلق بالإمام. بالنسبة للبحوث أكثر من 200 بحث وصل إلى الأسبوع إلى مؤتمرات الأسبوع 7، قبل منها قرابة 150 بحث سيتم إلقاؤها على مدى 7 أيام ابتداء من اليوم الأول وانتهاء باليوم 7. أما المسابقات فهناك مسابقة شعرية سميت بالآل الآل تختص بمولانا الإمام السجاد والباقر، 42 نص من دول عربية وأجنبية وفضلا عن البلد المضيف العراق. مسابقة القصة القصيرة 92 قصة المقبول منها الواصل 114 خضعت إلى التقييم ورشح منها 10 قصص. المقالة قرابة 32 مقال، فضلا عن مسابقة الرسم والخط والفن التشكيلي والتصوير. المشاركين من خارج البلد قرابة 40 شخصية من دول عربية وأجنبية إسلامية وغير إسلامية. المشاركون من العراق كباحثين قرابة 100 باحث، أما الضيوف فبالمئات من البصرة الفيحاء إلى الموصل. هل هناك ضيوف أجانب؟ ضيوف أجانب قرابة 32 شخصية، كندا، تركيا، أمريكا، الهند، إيران، فضلا عن الدول العربية اللي هي لبنان، البحرين، سوريا، مصر. يدل عنوان وشعار أسبوع الإمامة على أهمية هذه المناسبة، بحيث وصفت الإمامة بأنها نظام الأمة، فالإمامة هي امتداد للنبوة وتأتي لتنظيم العلاقة ما بين الأفراد وكذلك العلاقة بين الفرد وخالقه. لذلك أسبوع الإمامة هو ليس بحثا في موضوع فكري، وإنما هو بحث في صميم تنظيم الحياة، في صميم تنظيم الفرد، في صميم تنظيم سلوك الأفراد، في صميم تصميم
أفكار الأفراد وثقافتهم ومعارفهم. باختصار، الإمامة نظام الأمة. عذرا أبا حسن إذا ما جف من قلم المداد وشل فيك بناني، فالعين نور الشمس يورثها العمى، وبيان وجهك معجز لبياني، لو قلت فيك مقالتي لرأيتها. أجلي وبعض الحتف حرف لساني، أقول فيك الله جل الله، جل الله ليس كمثله شيء، وأنت الفاني لكنك الأسماء، لكنك الأسماء مظهرها الذي هو للعوالم ساطع البرهان، أنت التجلي للصفات. فلنشرح عنوان المؤتمر على ضوء الكتاب والسنة، وأنه كيف يكون النبوة والإمامة صنوين، أن مذهبنا له دعامتان. الدعامة الأولى الدليل والمنطق والبحث العلمي، الدعامة الثانية الاحتفالات في المناسبات. بهاتين الدعامتين هذا المذهب يستقر إلى يومنا هذا ويستمر إن شاء الله تعالى. الغاية من هذه المؤتمرات هو بالتأكيد تكريس علوم أهل البيت عليهم السلام وبيان أثرهم في معالجة حالات الانحراف الفكري وحل الشبهات ومحاولة إيجاد منافذ بحثية غير مستنفدة في فكر الإمامة في تراث أهل البيت عليهم السلام، إضافة إلى وجهة يعني تحليلها وبحثها من وجهة نظر معاصرة، أيضا بيان أثر دور علماء أو أهل البيت عليهم السلام في هذا المفهوم، وأيضا في حل الإشكالات في العالم المعاصر. تمثل هذه المشاركة الأكاديمية الواسعة في هذه التظاهرة العلمية المعرفية الثقافية التي تقام للمرة الأولى في العتبة العباسية المقدسة، تمثل حالة من التعاون والتواشج بين المؤسسات المدنية العريقة ممثلة بالجامعات العراقية والعربية، وبين هذه المؤسسة الدينية العريقة التي لم تعد تعنى فقط بالفكر الديني بل تتجاوزه إلى كل ما يخدم المجتمع الإنساني والمجتمع المسلم والمجتمع العربي والعراقي. الحمد لله ما عانها يعني المؤتمر الأول، حقيقة البحوث التي وصلت إلينا كانت تقريباً 241 بحث، أعتقد هذا الرقم كان جيداً، لكن نحن لا نقبل أي بحث، وإنما هناك من يحاول أن يعرض هذه البحوث إلى النقد، قد نراها لا تتوافق مع المنهج العلمي، لذلك يبينون بعض الملاحظات ويعني يرد البحث بكل احترام إلى الباحث. فمن 240 قبل 151 بحث، وأيضا هذا من الأعداد الجيدة، وعدد الدول المشاركة كانت 17 دولة، وأعتقد أن هذه المشاركات إن شاء الله تعالى ستزيد، وأحاول أن ننوع مكان البحوث لا نبقى في مكان واحد، وبدأنا في الخميس وإن شاء الله تعالى ننتهي في الخميس اللي هي اليوم الذي يعد فيه اللي صاحب العصر والزمان سلام الله. طبعا هنا قسم الإعلام
جزء العمل مالتي الى ثلاث مراحل. المرحله الاولى يعني مستمره حوالي صار اسبوع الى يوم الافتتاح هذا اليوم، والمرحله الثانيه اللي هي مرحله العمل اللي بدات بالافتتاح اليوم وستستمر الى الخميس القادم، والمرحله الثالثه هي ما بعد الاسبوع المؤتمرات اللي هي مجموعه اعمال ايضا. بعض التغطيات راح تصير عندنا في النجف الاشرف، عندنا باكر فعاليات الاسبوع الثقافي، المؤتمر الاول راح يكون في جامعه الكفيل، وايضا عندنا ايضا في جامعه العميد، وعندنا مجموعه العميد التعليميه، عندنا عده مواقع يعني. فهذا طبعا جهد كبير على الاخوه الاعلاميين سواء كان اعلامي قسم الاعلام او الفضائيات الضيفه اللي راح تكون موجوده. وهكذا قد حفل الافتتاح بجملة من الفعاليات إذانا ببدء أسبوع الإمامة، والذي ستنطلق مساء أولى أنشطته بأمسية للشعر الشعبي فكونوا بالقرب. جينا عن طريق مركز الدراسات الأفريقية تابع للأتباع الأتباع الأباسية، ورأينا التنظيم تقريبا جيد أو فوق الجيد، لأنه هناك بعض الأشياء مخالفة لما عرفنا في تنظيم الاحتفالات في قارتنا، كيفية الاستقبال الضيوف وتنظيم الجلوس والحضور المشايخ. كل هذه الأشياء أمر فوق الجيد بالنسبة لنا وأمر غريب، ولكن لم نراه سابقا في الاحتفالات الذي حضرنا خصوصا في قارتنا. فالتنظيم والمهرجان وكل شيء الحمد لله، نشكر الله على كل هذا التنظيم. أولاً، أسبوع الإمامة في نسخته الأولى هي نسخة جديدة، وبصراحة كان العنوان شغوفاً، يجعل المتلقي أو يجعل الباحث شغوفاً بتمثيل جهته أو تمثيل نفسه في هذا المؤتمر ويسجل اسمه في هذا المؤتمر. أول هذا من جانب. من جانب آخر، لا تكن هي فعالية بسيطة ليوم أو يومين، وإنما هي امتداد لأسبوع متكامل. ثالثا، الثراء المعرفي الذي قدمه هذا الأسبوع بعنواناته المتميزة، محاوره الكثيرة، والأمر الآخر هو الهم الذي يحمله الباحث في تصدير معرفته من جانب، وفي نقل معرفة الأئمة عليهم السلام إلى الطرف الآخر. يقول الإمام الرضا عليه السلام: أحيوا أمرنا. فقيل له: وكيف نحيي أمركم يا مولاي؟ قال: تتعلمون علومنا ثم تعلمونها إلى الناس، فإن الناس لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى أن تفضلت علينا العتبة الحسينية ووجهت لنا الدعوة للمشاركة بهذا المؤتمر الذي أراه أنه هو الأول بهذا الترتيب وبهذه الشمولية، وأسبوع الإمامة. واقعا يعني جزاه الله خيرا السيد الصافي على هذا الموضوع وعلى هذا الترتيب والاستعداد لهذا الأسبوع، أسبوع الإمامة، حيث يتعرض فيه إلى إثبات أن الإمامة هي صن النبوة، وأنه لا نبوة بدون إمامة، ولا إمامة بدون نبوة، ولا معرفة لله سبحانه وتعالى المعرفة الحقيقية دون النبوة والإمامة المرتبطة بالنبوة وغير المنفصلة عنها، والتي هي كما النبوة من الله كذلك الإمامة هي جعل من الله سبحانه وتعالى. هذا جهد تشكر عليه العتبة العباسية لقيامها بواجبها تجاه الخط الإمامي الاثني عشري المهدوي العلوي الحسني الحسيني العباسي العباس سلام الله عليه، الذي ضحى وقدم الكثير وضرب المثل الأعلى في الأخوة وفي الإخلاص لله. فهذه عطاءات من عطاءات العباس صلوات الله وسلامه عليه. وجدنا هذه الجهود من قبل هذه الأتبات المقدسات، الأتبة العباسية المقدسة والأتبة الحسينية المقدسة، والله الحمد لله وأمالها كل من في هذه الأتبات، خصوصا من جناب يعني المتولي الشرعي السماحة السيد أحمد الصافي
والحمد لله متولي شرفي الشيخ عبد المهدي كربلاء، والحمد لله بذلوا جهد من غاية لاستقبال هذه المناسبات العيد الغدير. كربلاء is في الحقيقة هذا السؤال هو جدا يعني صعب بالنسبة اللي عارف بقدر الإمام ومنزلته، وهذه المشاعر صعب وصفها الآن في هذه الأجواء المقدسة. وعندما أغادر مغادرتي ستكون كأنما ابن يغادر أباه، لذلك أنا لا أحب الغدير أو المغادرة في كل مرة فيها ذاكذا. في الحقيقة التنظيم لهكذا مهرجان وهكذا حدث من خلال 7 مؤتمرات خلال فترة محصورة تحضيرات لشيء معقد وشيء نحتاج له التفكير والدراية، لكننا نأمل كالمعتاد المؤتمر الناجح كسابقات. بجوار الكفيل قد بدأنا، ومن بين ثنايا جوده نختتم حفل الافتتاح من مهرجان أسبوع الإمامة العلمي الدولي الأول، على أمل أن نلتقيكم صباح يوم الغد في يوم آخر من أسبوع الإمامة ورسالة أخرى، ولكن ليس في كربلاء بل في عاصمة الإمامة النجف الأشرف. حتى ذلك الحين نستودعكم بأمان الله وحفظه.